في آخر الأحداث الوطنية الأكتواليتي نحكي على تسرب أخطاء في الكتب المدرسية للغة الفرنسية خاصة بالسنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، واللي أثارت جدل واسع في صفوف التوانسة اللي أكيد أبدوا استنكارهم من ورود مثل الأخطاء هذية في كتب تدريس. نحكي زادا على بلاغ صادر عن الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اللي تقول فيها أنه اللي صار هو ضرب صارخ وتشكيك في المنظومة التربوية التونسية. أكثر تفاصيل معنا سي لذا الزهروني، رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. مرحبا بك على موجات الحياة فاي. مرحبا بك، شكرا على الدعوة وتحيات المستمعات ومستمعيكم. شكرا لك سي رضا. يحضر إلى جنبي كما العادة سي حمادي البقلوتي المتابع لشأن العام والناشط في المجتمع المدني. سي رضا مرحبا بك. أكثر سي حمادي مرحبا بك. عايش. شكرا لك سي رضا. دونك نحكي اليوم على تسرب أخطاء هاو قاعدين بعد شوية تنشوفوهم بالصور، الأخطاء هذوما اللي تسربوا اللي أثاروا جدل كبير برشا. كنا قرينا البيان اللي يصدر عنكم نهار لحد واللي استنكرتوا فيه معناتها صدور أخطاء مثل هذه معناتها في كتب مدرسية، أخطاء من نوع هذايا. أكيد والله وقت تشوف أنت المؤسسة اللي هي مطالبة باش معناتها تقري وتوري وتروج المعرفة ونلقاو أخطاء كيما هكا، أخطاء معناتها بعد ساعات الإنسان يقول وصلنا للدرجة هذه. وقتها مقاش نتسألوا علاش ثم 7000 صفر ولا 8000 صفر ولا 5000 صفر في البكالوريا. إذا اليوم وصلنا إلى المستويات هذه نقولوا يا بأس المصير، القلب يوجع كما قول أنت كما استعملت كلمة استنكار، خوف على مستقبل أولادنا وبناتنا بالحق، وهو واقع اليوم مرير في ظل وضعية متاع مدرسة اللي هي المستوى متاعها قاعد يدنا من سنة إلى سنة في مستوى النتائج، في مستوى الأداء، في مستوى تنامي العنف، في مستوى تنامي عدد المنقطعين على الدراسة، تراجع عدد الناجحين في البكالوريا. دونك عموما الإنسان ولا خايف معناته، خايف على أولاده وعلى بناته وخايف على بلاده. سيدي ذا، موضوع الأخطاء مش جديد، وطول عمرهم الكتب راهو يبدأوا فيهم أخطاء، غير إحنا مناش ركزوا برشا. ولو تحب نرجع شوية يعني للكتب، كتب التاريخ وكتب العربية وكتب النصوص وبعض النصوص وما كانت يعني ترمز إليه، ربما حتى على مستوى المحتوى. الموضوع المطروح الآن عند استلام هذا الكتاب ثم ما يسمى بالنسخة الصفر اللي يقع مراجعتها من طرف طالب العمل، وهو يؤشر بالطبع، يعطي إذن بالطبع، هل تم هذا أم لم يتم؟ وإذا كان تم هذا نحمل مسؤولية من قام بمراجعة النسخة صفر، وهكا الموضوع يأخذ إثنيته الحقيقية. أكيد هو في نفس الاتجاه. أنا مهندس في العلوم الجغرافية. نعم. وضابط بالجيش الوطني، ضابط سامي بالجيش الوطني، وكنا ننجو الخرائط. نعم. اللي هو نفس البروسيس متاع إنتاج الكتب والخرائط في نفس المنهجية. فما معطيات أولوية، فما معناتها صياغة الماكيت متاع الخريطة. أيوة. ومن بعد فما لو برومي تيراج دي سي، لو دوزيام تيراج دي سي، بوتيت تروازيام أنا ألزم الأمر. أيوة. ومن بعد تيراج ديفينيتيف، يقول لك صريح صحح المطبعة، يا مطبعة صح على النسخة هذه. فهمت؟ بالضبط. نفس المنهجية زي ما تكون في الكتب. هذا هو، هل تم نفس هذا؟ نفس المنهجية زي ما تكون. دونك المسؤوليات تو. أيوة. تحديد المسؤوليات، الوزارة قاعد نبحث في المسؤوليات المتفقدين، قالوا احنا ابرياء مما صار، معناتها فما كامبين صار ربما في المطبعة، المطبعة ما تنجمش تخرج حسب علمي انا، ما تنجمش تخرج منتوج الا ما تصدق عليه وزارة التربية، الا ما يكون عندها بون اتيري. واضح الكلام، بون اتيري يا باش نبدأ واضحين. أيوة. النسخة من اللي أمضى هي من امضى على هذه النسخة، ولابد يقع تقديم نسخة، والنسخة ذيك هي بيدا يقع الإمضاء عليها، وهي بيدا اللي تم وقتها الاعتمادها. أما أنه نشوفه إذا كان تم فعلا الإمضاء والموافقة على السحب، فأنه من أمضى يتحمل مسؤولية. أما إذا كانت الشركة التي قامت بالعمل هي اللي طبعت وحدها من غير الرجوع، هذا كموضوع آخر، ويتطلب منا كذلك إحنا علاش نوصلوا لهذه المرحلة. خسارة مادية، خسارة معرفية، خسارة معنوية، خسارة معناتها كيف مرجعيات، هذا الكل أنا في حمادي نسميه عدم جدية. اليوم راهو لا ريغور دو جيستيون، فما معناتها مسؤوليات وفما إجراءات، بعثت لي بروتوكول، علاش يسموه فما بروتوكول؟ علاش فما أدلة إجراءات؟ علاش فما تحديد المسؤوليات؟ هذا هو اللي تفادي الإشكاليات هذه. وبالتالي اليوم نراو أنه مع الأسف الوزارة تتعامل مع مشروع التربية من ناحية تقنية بحتة،
بغض النظر على مصداقية النتائج. عدينا الامتحانات ما يهمناش في النتائج، عملنا الكتاب هون اليوم خرجنا بيان. ايه البيان بيده هو شنو ما اتى به البيان من جديد؟ حاجة ثانية سي رضا، كيفاش الكتاب يخرج يتوزع على المكتبات ولجنة التجديد البيداغوجي ولجنة اللي هي متابعة الكتب المدرسية ما تابعتوش، ما حلتش كتاب وتصفحته حتى هكا يعني؟ تمتش المراجعة يعني؟ ما تمتش المراجعة. هذا خوف وهذا بالنسبة لي أنا اللي خوفني على المنظومة التربوية. سي حمادي راو خلينا من المجالات الأخرى، على خاطر نعتبر أنه أنا شخصيا نعتبر أنه روح البلاد هي المدرسة. المجالات الاقتصادية الصحية صحيح عندها أهمية، البناء متاع المجتمع معناتها التعبيد طريق المستقبل بالنسبة للبلاد هو يمر عبر المدرسة. وقت نحكيو على المدرسة راهي هي ضمن للعدالة الاجتماعية، وقت نحكيو على المدرسة هي بالحق المصعد الاجتماعي إذا كل واحد يخدم خدمته. اليوم الراو بالعكس، اليوم قاعدين نستثمروا في الجهد، قاعدين عنا منظومة شخصيا قلت خطيرة في البيان، على خاطر اليوم فيها ضرب لقيمة المجانية. خاطر اليوم اللي عنده الفلوس عنده شوية أمل باش ينجح، أما اللي ما عندوش الفلوس ما عنده حتى أمل باش ينجح. فما استثناءات، وديما الاستثناءات راهو يقاس عليهم، يحفظون ولا يقاس عليهم. وبالتالي اليوم وغياب بالتوازي غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المنظومة. سي حمادي وقت تمشي جوست تمشي من الجهة الأخرى نتاع البحر الأبيض المتوسط وتمشي لفرنسا وتشوف أن المنظومة الفرنسية اللي هي أربع مرات على الأقل أكثر نجاعة من منظومتنا إحنا، والسياسيين في فرنسا توا كيفاش هم حريصون على إصلاح المنظومة، يعتبروا أن إصلاح المجتمع الفرنسي يمر عبر إصلاح المنظومة الفرنسية، وإحنا بالتوازي الرور وإحنا معناتها وكأنه الشأن عادي وكأنهم هما ما تعدوش بالمدرسة العمومية. دونك هنا الوضعية تطرح ألف سؤال وعلى مستقبل ولادنا وبناتنا وبلادنا. أي في المقابل نشوفوا ازدهار وانتشار المدارس الخاصة دون أن يكون لهم إطار تربوي يعني منتدب، ونشوفوا أنه القرارات تبقى حبر على ورق، ونشوفوا أنه ثم صراع الآن لساذ ثم مواقع يعني هبطوها وواقع انتداب كما الكورجية يعني توا الماركاتو متاع الأساتذة في المعاهد وفي المؤسسات. المنظومة التربوية السريضة مسؤولية الجميع، وهل أنه حسب رأيكم أنتم أنه اليوم جاء الوقت باش فعلا نشوفوا أصل الداء؟ لأنه الأرقام لا تعني شيء، أنا بالنسبة لي أنه نسبة 70% و50% نجاح وذاك الكل الأرقام لا تعني شيء، ما يعنيني هو ماذا أعددنا للجيل القادم على مستوى الكفاءات والمهارات وقدرته على التأقلم وقدرته على العيش وقدرته على كسب الثروة وقدرته على أنه يكون عنصر فاعل في المجتمع متاعه. كيف أثر الداء في حمادي راهو معروف اليوم، المؤشرات راهو يعطيوك دي زانديكاسيون، يعطيوك ربما قراءة للواقع للأسباب للرؤية. لكن اليوم يلزمنا الناس الكل المسؤولين، على خطر الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بامتياز. نعم. يتجاوز حدود الوزارة، يتجاوز حدود المعلمين والأساتذة، يلزمك تشرك المصالح الاقتصادية والمصالح الثقافية والمصالح الاجتماعية، تشرك الوزارات المعنية اللي هي براتيكمون. على خطر اليوم انت وقت ناخذ المنظومة التربوية راهي مش تخدم ليها هي، المنظومة التربوية تبدأ من التحضيري تنتهي في التعليم العالي والتكوين المهني، لازم تكون عندنا رؤية شاملة في المسار المتكامل. دونك اليوم يلزمك أنت تحدد شنية الاختصاصات والمهن المستقبلية، نركزوا على الذكاء الاصطناعي، نركزوا على ربما المهن المتعلقة بالبيئة، معناته ثم قراءة أخرى وتوجه ورؤية يلزمها تتحدد باش كل واحد يعرف فين. اليوم موقع اللغات سي حمادي، اليوم وقت نعرفوا أنه كارثة من كوارث المنظومة التربوية الحالية هي اللغات. اليوم هجرة المواد العلمية وشعبة الرياضيات على خاطر تلامذتنا ما همش متمكنين من اللغة الفرنسية، يمشيوا لشعبة الأداب ولا شعب الاقتصاد ويلقاوا رواحهم حتى في اللغة العربية ما همش متمكنين منها، وبالتالي نسبة النجاح تلقاها تهبط بدرجات كبيرة في شعبة الأداب والاقتصاد وتلقاها طالعة في شعبة الرياضيات. معناتها اليوم فما قراءات وفما مسؤوليات وفما توجهات وفما استراتيجيات يلزمها تتحدد، وناس تعرف ما إليها وما عليها. سيدي
نعم لا سيدي سامحني، يعطيك الصحة، شكرا لك على المعلومات اللي قدمتهم لنا الكل. احنا وقت الأخبار يدهمنا، ما عادش عنا برشا وقت، وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لك على كل المعلومات هذه، وإن شاء الله تكون ليك مداخلات أخرى في ريكاب ميديا. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام حصتنا لليوم. شكرا لك سي حمادي البقلوتي على حضورك ديما، شكرا لكل الفريق اللي كان حاضر، أمنة بوخيت في الإخراج التقني، محمد سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي، أنس الهمامي، أحمد المخلوفي زيدا في الإخراج التقني. في